إجابة الحلقة السابقة. إجابة رقم 3 أصفر. داري لايف مونة جاهزة بيضاء وملونة ناعمة ومتوسطة وخشنة لأعمال الديكور والظهارة. يتم تنسيم السطح بالماء. يتم خلط داري لايف خلطاً ميكانيكياً لمدة 5 دقائق أو حتى تمام الامتزاج بإضافة داري لايف إلى الماء، وبنسبة من 8 إلى 10 لتر ماء لكل شكارة 40 كيلوغرام. يتم فرد مادة داري لايف على السطح باستخدام البروة. تشطيب السطح بالفرطاسة. سؤال الحلقة: ما هي نسبة الماء المضاف لشكارة الديري لايف 40 كيلو؟ 5 إلى 6، 7 إلى 8، 8 إلى 10 لتر ماء.